رح نتابع محطاتنا وضيفتنا صارت موجودة معنا باستوديو بحلقة سينما. سنة 2018 الحمد لله كانت سنة بتكبر القلب للسينما اللبنانية، وخاصة وأنه مع بداية العام كنا مع حفل الأوسكار التسعين اللي لأول مرة وصل فيها وقتها لبنان إلى جوائز الأوسكار مع فيلم زياد ويري ذا إنسلت أو قدير رقم 23. ومؤخرا بكان كان عنا جائزة لجنة التحكيم مع المخرجة اللبنانية اللي بتكبر القلب أيضا دايما نادين لبكي وفيلم كفر نحوم. اليوم رح نحكي مع رئيسة مؤسسة سينما لبنان فونداسيون ليبان سينما مايا دوفراج لحتى نحكي عن الأمور السينمائية بشكل عام، وأكيد عن المشاركة الأخيرة بمهرجان كان. مايا صباح الخير. أهلا أهلا فيك. يعني اليوم رح نحكي عن موضوع هيك شغف أنا وياك متبادل عنا إياه، عن موضوع السينما، وخاصة هلأ لما بننبسط لما بنشوف إنه السينما اللبنانية عم ترجع تثبت نفسها فعلا بكل المهرجانات العالمية وبأبرز الجوائز اللي عم تقدر تحصل عليها أيضا ووصولها إلى هالأماكن. كان كل سنة عم بيكون عندكم حضور، وكل عمر كل عمركم يعني من زمان في ركن أساسي للسينما اللبنانية، ونحن بنعرف إنه عندنا موعد سنوي معك بعد كان أكيد، وهذا الشيء أنا مش معقول فوتوا علي لأنه بالنسبة لي هذا موضوع كتير مهم، وجودكم بكان هيدا شيء كتير أساسي فعلا، وسفير للبنان كسينما بكان أكيد موضوع كتير أساسي يمكن لفتنا. يعني السنة أكيد كانت ضجة كتير كبيرة حول فيلم نادين، إنما قبل ما نحكي أنا وياك بالتفصيل عن كان وأيضا نحكي عن مشاريع سينما لبنان لأنه هي فعلا مشاريع على مدار السنة وبتكبر القلب أيضا، خلينا نشوف هالتقرير عن كان ومنرجع. كل سنة نحن بنصر نكون موجودين بمهرجان كان السينمائي اللي هو أهم مهرجان بالعالم، لأنه الحضور اللبناني بالمهرجانات وعلى الساحة الدولية عم بيكون كل سنة أهم، فعم بيتعرف العالم على هالسينمائيين اللبنانيين، ونحن عم بقدر إمكاناتنا مؤسسة سينما لبنان عم بتكون موجودة وعم تسمح بترويج هالأفلام. هيدي خطوة مهمة بنعتبرها لأنه بتجي بعد زيارة قام فيها وفد لبناني من المنتجين والمخرجين إلى البرازيل سنة الماضية، عرضوا أفلام بساو باولو وبريو دي جانيرو، ولاحظنا قديش الجمهور مهتم بهالأفلام، مشان هيك ردنا نكفي ونمضي إنتاج مشترك بين لبنان والبرازيل. مثل ما شايفين في حركة كبيرة بالجناح اللبناني لأن كان في إطلاق مهرجان السينما العربي اللي عم بتنظمه المعهد العالم العربي، ولبنان هو شريك لهالحدث اللي رح يصير دونك باريس بآخر حزيران. معهد العالم العربي قرر إنه يطلق مرة ثانية مهرجان السينما العربية بباريس، طبعا مهرجان مسابقة أفلام روائية وأفلام تسجيلية طويلة وقصيرة، وفي تكريم لجان شمعون وللمخرج الجزائري محمود زموري. أكيد أنه كتير مبسوطة كون موجودة هون بالمسابقة الرسمية بعد كل التعب اللي تعبناه، صرنا 4 سنين عم نشتغل على هذا الفيلم، وخالد ساعدني كتير لأنه هو عمل إنتاج الفيلم، ساعدني كتير في خلق هيدا الجو هيدا الحرية اللي أنا كنت بحاجة لها حتى نعمل هذا الفيلم، بس أنه كان كتير كتير صعب. شعوري كأمرأة ما بيختلف عن أنا أكيد يعني شعور أي رجل كمان مخرج بالمسابقة الرسمية، في ستريس في خوف. الفيلم كان مشروع مجنون بلشناه أنا ونادين، من صراحة مش مبسوط يعني عبالي العالم يشوفوه، ناطر هاللحظة من 4 سنين، فلا كان سلسة قبل اليوم عبالي انبسط. مؤسسة سينما لبنان اللي هي من عدة سنين بتكون موجودة بكان تجمع قطاع السينما وتمثله وتروج لأفلام والإنتاج اللبناني، هي كمان عرفت عن نشاطاتها لأنه في عنا كتير شراكات هالسنة مع مهرجانات عديدة، نشاطات كتيرة بس بدنا بنحب أنه القطاع العام يكون كمان يتفهم هالوضع ويكون موجود ويكون إلى جانب السينما اللبنانية فيسمح لها تعرف عن حالها أكثر بكتير لأنه بتستاهل.
prix du jury. Lauréat du prix du jury. خي أيه. عن جد واحد بينبسط في فرح وفي فخر كبير 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 كثير. والف مبروك مره ثانيه لنادين ولزوجها المؤلف الموسيقي وهو منتج الفيلم خالد مزنار. مايا المشاركه فازن بشكل سنوي والسنه كان عندها يعني كمان هيك طابع خاص كمان ومختلف لها. خلينا نتابع من بعد. كان يعني مؤسسة سينما لبنان عم تشتغل على مدار السنة وعم بتحاول قد ما بتقدر تدعم السينما اللبنانية والأرشيف وكل هالأمور كمان اللي نحنا نفتخر بوجودها عنا، بس أوقات مش مسلط الضوء عليها بشكل كافي. أكيد هيدا إذا بدك هيدا عمل دؤوب، يعني عم بيتكلل مثل ما عم بتشوفي، لأنه مؤسسة سينما لبنان عم بتواكب هالمواهب الموجودة اللي مثل في سينمائيين معروفين مثل زياد دويري ونادين لبكي، بس في عندك مواهب شابة كتير ناس ما بتعرفها. صحيح. احنا عم نواكب هالمسيرتهم وعم نساعدهم لتطوير مشاريعهم وعم نشوف انه عم ينجحوا هن كمان بالخارج. خليني بس اقول كمان قديش نحن مرتاحين اليوم، يعني ارتياح مؤسسة سينما لبنان على هالخطاب اللي عم بتردده من سنين واللي عم بتشوف انه منه خطاب تافه، لانه اليوم عم بيتجسد بنجاح هالقطاع. نعم. كل شيء عم نطلب اعمال صغيره وخطوات منا مكلفه للقطاع العام تيساعد بتسهيل المعاملات، بتسهيل التمويل، تسهيل مش يعطي مصاري بس يسهل التمويل. صحيح. بتخفيض وطئه الرقابه تيامن مساحه للتعبير، لحريه التعبير. نعم. باشياء صغيره عم نحكي فيها، بس شو بدك تقولي؟ مثل ما بيقولوا حياه لمن شو لا حياه لا حياه لمن تنادي. مزبوط. هيدي المشكله الكبيره، يعني دائما خاصه موضوع الرقابه يعني ذكرتيها وهي بتمسنا جميعا، لانه فعلا عم ننقهر من موضوع الرقابه ودائما عم نقول لازم تكون مش بشكل عشوائي، تنحط بايدين الاشخاص المؤهلين انه يقدروا يشوفوا الفيلم، اذا في شيء لازم ينشال منه او في شيء لا فعلا لازم تكون هي مثل ما هي انعمل الفيلم ينزل بالصلاه وينعمل اذا فينا نقول تصنيف على الفيلم مثلا قبل الدخول الى صالة السينما. نعم. كمان اللي بنقوله دائما انه يندعم الفيلم بصالة السينما، يعني هلا اول شيء باكيد بالبدايه بتكون دائما الفيلم القصير اللي هو فيلم كتير صعب وايضا مكلف مثل الفيلم الطويل، بس يعني موضوع كتير اساسي مثل ما ذكرتي مايا قصه تسهيل التمويل مش بس قصه التمويل، ودائما بنقول ينعمل افلام من نوعيه جيده مش ضروري بس الكميه انه نقول عملنا 15 فيلم بالسينما، لا ينزل على القليل كم واحد بيتقل وحرزانين وحس حالنا فعلا فخورين فيهم. اكيد. ومشان هيك نحن مثل ما عم بقول لك عم نشتغل على كل المسيره مسيره الفيلم، يعني عم نبلش عم نأمن بالداخل على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي عم نشتغل بلبنان، عم نعمل ورشات عمل مستمره على مدار السنه على كتابه مشان كتابه السيناريو مشان الانتاج مشان التوزيع، عم ننظم منصات لقاء بين محترفين من العالم ومحترفين لبنانيين تيقدروا سوا يعملوا مشاريع مشتركة وبتسهل تمويل وبتسهل التوزيع، يعني بيلاقوا أسواق برا خارج. هيدي بالنسبة للبنان. بالنسبة للخارج اللي عم نعمله انه عم نجرب نكون موجودين بأكثر ما فينا من حسب إمكاناتنا أكيد ببلدين بعدة مهرجانات عم نتشارك معهم تنسلط الضوء على السينما اللبنانية، يعني عم نعمل فوكس على السينما اللبنانية. بحكيكي هالسنه مثلا بحزيران مثل ما شفتي سمعتي في بمعهد العالم العربي اشتراك مشاركه لبنانيه مهمه. نحن كمان عم نعمل في تكريم لجان شمعون السينمائي الراحل. ومؤسسه سينما لبنان هي عم تدعم هالوجود. بتموز رح يكون خلينا نقول بالخريف رح يكون بمدينة مونبلييه، هي مدينة مهمة. في عندك مهرجان السينما المتوسطي رح نكون في كمان فوكس مهم بس على السينما اللبنانية الشابة. شو صار بهالسنتين الماضية وليش في هالحيوية بالسينما اليوم؟ صحيح. كمان السينما مؤسسة سينما لبنان هي موجودة وهي اللي رح تدعم. نعم. بتموز رح نكون بالمكسيك. يعني وصلنا على القارة الأمريكية. هي. وفي لأول مرة رح يتنظم فوكس يعني فوكس كتير مهم 20 فيلم رح يكونوا ينعرضوا بين فيلم قديم وفي أفلام جديدة، وكمان رح ندعم نحن ماديا
نشر كتاب، طبع كتاب اسمه ليبانيز مكسيكان ان سينما. اها ليبانيز ان مكسيكان سينما، ان مكسيكان سينما، يعني الجاليه اللبنانيه قديش عم تشتغل بهالقطاع بالخارج. ونحن كنا اذا بدك هيدا مشروع كان عنا اياه، طلبنا من وزاره الخارجيه تساعدنا انه نعرف مين المحترفين اللبنانيين بالعالم عم يشتغلوا بهالقطاع، تنحطهم يتواصلوا سوا ويعملوا مشاريع سوا. نعم. بقى رح نحن رح نكون موجودين بالمكسيك وكمان عم ندعم هالعمليه. هيدا كله بفسر لك قديش عم نشتغل على التدريب وعلى الترويج وعلى تسهيل كمان انتاج الافلام. نعم. بس هيدا يعني صحيح انه نحن مؤسسه سينما لبنان نجحت بإمضاء اتفاقيات تعاون مع إيدال مؤسسة تشجيع الاستثمار، مع وزارة الثقافة ونحن بنشكرهم. نعم. بس هيدا قليل كتير يعني. صحيح. ما بيكفي أكيد. مقارنة باللي بهالقطاع شو قديش واعد وقديش وشو طاقاته وقديش في يقدم للبلد. صحيح. صحيح. في كتير بلدان عم تفهم قديش أهمية السينما، بس نحن لأن هي صناعة بحد ذاتها بعد ما نعم. فهمنا هالوضع بقى. مشان هيك عم بقول لك نحن وكمان باطار مهامنا، شغله مهمه كثير، اطار مهام اللي وزاره الثقافه كلفتنا فيه، عم نقوم على اذا بدك تحضير لامضاء اتفاقات شراكه انتاج مع بلدان عديده. هلا نحن الوحيد، الاتفاق الوحيد اللي عندنا اياه هو مع فرنسا. نعم. شو بيجيب هالاتفاق؟ بيجيب انه الفيلم اللبناني بدل ما يكون بس لبناني بيكون عنده الجنسيه اللبنانيه والجنسيه الفرنسيه. يعني بيستفيد من الدعم بلبنان وبيستفيد من الدعم اللي الفيلم الفرنساوي بيستفيد منه بفرنسا. نعم. بقى تصوري نحن اليوم اذا عندنا مثلا اتفاق مع الارجنتين، وعندنا اتفاق عم نشتغل عليه. نعم. واتفاق مع بلجيكا رح نمضي قريبا كمان، واتفاق مع غير بلدان عربيه، اكيد كله هيدا بده يفعل الانتاج. صحيح. ويساعد على التمويل. نعم. وهيدا كل الشغل اللي عم نعمله صحيح شغل ما كثير يعني الناس بتفهمه بسهوله او ما كثير بيجمع، ما بيمنه ملموس. نعم. بس اليوم عم نحس شوي قديش كمان بجمع القطاع وبتمثيله بالخارج بيساعد على الاكسبوجر الاكبر للبنان، لوجه لبنان. نعم صحيح، خاصه وانه في طاقات كثير كبيره يعني. نعم. بكل المجالات بموجود بموضوع السينما، صناعه مثل ما قلنا كبيره، وهي مش بس هي لنا ممثل ومخرج وكاتب ومنتج فقط، انما هي طاقم عمل كثير كبير. أكيد. عم نشوف قديش في تبديع يعني عن جد. نعم. اذا واحد بيقول في ابداع كبير بهندسه الصوت، بالصوره، بالتصوير، بكل هالامور، كل شخص منهم عنده مهاره عاليه جدا. نعم نعم نعم، يعني اقتصاديا مهم كثير، سياحيا مهم. صحيح. وديكورات خارجيه لبنان يعني كمان، ديكورات والشباب ما بتعرف قديش بيجي الشباب بتحب تشتغل بهالقطاع. في عندك 250 شاب كل سنه بيطلعوا من الجامعات بدهم يلاقوا شغل. اكيد. حتى ما يتركوا، حتى ما يتركوا، بس هلا ايه اوقات عم بيرجعوا كمان. إيه ان شاء الله، وان شاء الله يرجعوا ان شاء الله. هيدا القطاع برجع بقول وبردد، وكان كنا كمان اتكينا على القطاع الخاص لانه هو كان يساعد بالتمويل. نعم. بس مثل ما بتعرفي الحاله الاقتصاديه الصعبه ما عم بتساعد ابدا، والنضال والكفاح اللي عم نعمله كل يوم اصعب واصعب. اكيد. وهيدا الشيء المؤسف، بنقول ان شاء الله يا رب انه تقدر نحس حالنا عم نقدر نتغلب على هالحرب الاقتصاديه اذا فينا نقول اللي عم نعيشها. نعم. ونقدر ندعم هالصناعه لانه هي فعلا صناعه كثير منتجه وبتقدر تفيد كثير عدد هائل من الاشخاص بكل المجالات بموضوع السينما ووصوله الى صاله السينما ودعمه بالصالات اللبنانيه. أكيد. ايضا والى الخارج لحتى يكون سفير بيرفع الراس للبنان. يعطيكم الف عافيه مايا، فعلا مؤسسه سينما لبنان عم تعمل شغل كثير حلو وعم تقدر تكون فعلا موجودة وتربط لبنان بعدد كتير كبير من الدول، إن كان عربيا وإن كان على الصعيد الدولي بشكل عام. شكرا كتير لك. شكرا. وأهلا وسهلا فيك مايا. وأنتل نكست يير مثل ما قلنا، وأكيد إن شاء الله قبل حتى لنحكي عن اتفاقيات عم بتصير كمان خلال هالعام ولحظات ومنتابع. خليكن معنا.